لمناقشة رهن وزارة الزراعة أمن العراق الغذائي بمستوى الأمطار هذا العام وسط تظاهرات الفلاحين بسبب الانتكاسة التي يشهدها القطاع الزراعي في العراق. ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علو. دكتور صباح، مرحبا بكم. لو رجعنا عاما إلى الوراء، العراق أعلن العام الماضي اكتفاءه بمحصولي الحنطة والشعير وأيضا اكتفاء بالعديد من المحاصيل الاستراتيجية، لكن بماذا تفسرون كخبراء اقتصاديين تصريحات وزارة الزراعة حاليا بأن الأمن الغذائي العراقي مهدد؟ تحية لكم. حقيقة ما يحصل بالعراق في مسألة الأمن الغذائي وتطوير القطاع الزراعي بشكل واسع مرهون بجملة من العوامل المختلفة، خصوصا خلال العقدين الماضيين بفعل المعايير التي تم الاعتماد عليها بعيدة كل البعد عن العلمية والمهنية من قبل القيادات السياسية التي استأثرت حقيقة بالسلطة في جميع مرافق ومفاصل الحياة، خصوصا الزراعة والصناعة والمالية وغير ذلك. ولذلك نلاحظ هذه المشكلة، تحاول وزارة الزراعة أن نأي بنفسها في مسألة تقصيرها منذ 2003 ولغاية الآن، بغض النظر عن الأشخاص الذين يقودونها. أنا أتكلم عن السياسة التي تتبعها وزارة الزراعة لغاية اليوم، منذ 20 سنة ولغاية اليوم لم تتمكن وزارة الزراعة من إضافة أي شكل من أشكال البرامج الجديدة التي تتناسب مع المتغيرات الحاصلة في العراق، خصوصا وأن الأرض الزراعية بدأت تنحصر لأسباب كثيرة متمثلة بكثيرا من المزارع وخصوصا المناطق والبساتين تحولت إلى أراضي للسكن وللطرق وغير ذلك، وهذا أدى إلى عملية هجرة العناصر من القرى إلى داخل المدن، وهذا شكل حالة من حالات زيادة في البطالة أيضا. والبحث عن طرق للعمل بأي شكل أو آخر أو قد لا تمت لعملية زيادة في الإنتاج الغذائي، هذه الجوانب حقيقة أثرت بشكل واضح المعالم، حيث أن في 2020 كانت نسبة المشاركة من قبل وزارة الزراعة في الإجمالي المحلي لا تتجاوز 2.9%، علما بأن العراق يمتلك الإمكانيات العالية جدا في تصدير كثيرا من المواد الزراعية لما يمتلكه من عوامل التطور في هذا الجانب. لذلك نلاحظ أن الري، وزارة الري لا تمتلك إمكانية إيصال ما تطلبه وزارة الزراعة أو حتى القطاع الخاص، سواء القطاع العام أو القطاع الخاص، في تطوير عمليات الري خصوصا وأن هناك نقص واضح المعالم في إيرادات المياه القادمة من كل من إيران وتركيا. طيب دكتور صباح، دكتور يعني لماذا تغيب عن الموازنة أبواب دعم وتطوير القطاع الزراعي وأن العراق يمتلك كل المقومات لنجاح هذا القطاع؟ ما السبب في ذلك؟ السبب الجوهري والأساسي حقيقة أن السلطة السياسية والفساد المالي والإداري في مفاصل الدولة وخاصة وزارتي الزراعة والصناعة وإضافة إلى الوزارات الأخرى، لكن هذا هو العامل الجوهري الخطير، ليتم تخصيص أموال لعمليات تطوير لمشاريع قد تكون وهمية، وفعلا كانت وهمية منذ 2010 ولغاية اليوم. هناك هدر وهناك سرقة وهناك كثيرا من عمليات التحايل بوجود مشاريع لا تمت للعراق بصلة ولا تعتمد على تقنيات علمية حقيقية تعطي الإمكانية لتطوير
البرنامج في الاكتفاء الذاتي من الغذاء، وكلنا ندرك أن الجانب الانخفاض في عمليات الإنتاج الزراعي تنعكس بشكل سلبي على زيادة الفقر وكذلك أيضا البطالة، مما يؤدي إلى أن العراق مستقبلا حقيقة بدأ يعتمد بشكل بنسبة عالية تتراوح أكثر من 90% على استيراد غذائه من الخارج. طيب دكتور، ولذلك نلاحظ الأمن الغذائي في العراق مهدد بحسب ما صرحت به وزارة الزراعة، ولكن سؤالي هنا ما هي الانعكاسات على طبقات المجتمع ككل؟ هل الاقتصاد العراقي مهيئ لمثل هذه الأزمات؟ حقيقة لا يمكن أن يعتمد على الاقتصاد العراقي الذي أصبح ريعيا 100%، وشهدنا 2016 و2015 لغاية 2020 الانخفاض الحاصل في أسعار النفط والتي أثرت بشكل كبير جدا على عمليات الموازنات خلال السنوات الخمسة الماضية، علما بأن شكل السرقة من الإيرادات واضح المعالم، حيث تعتمد جميع الموازنات بالعراق على وجود عجز مالي، ومن ثم تبدأ عمليات التغيير بالاعتماد على سعر النفط كما حصل في هذا العام، اعتمدت بالبداية على 45 ثم عدلت إلى 50، وحاليا النفط ب 85 نعم دولار دكتور. للبرميل. هذه الفروق كبيرة جدا، يمكن توظيفها للأمن الغذائي وغيره لتقليل نسب الفقر وكذلك أيضا البطالة في العراق. من عمان الخبير الاقتصادي الدكتور صباح علا، وشكرا جزيلا لكم.